اليوم الأغنية ده ما بيني. معناته انت يعني فنان حسين تنتقي اغانيك وملحنيك والشعراء بدقة. طبعا، ولا تنسي انه الاغنيه، ترى في ناس بتفكر ان الاغنيه بيوم ويومين وثلاث ولا بسرعه، يعني الاغنيه ما بتيجي بسرعه، ولا يعني احنا مرات نقعد سنتين، نقعد سنه ونص، ثلاث تلاقي اغنيه، مزبوط. لانه الاغنيه كيف تنتقي كلمات الاغاني تبعتك؟ والله انا يعني لك ستايل معين، حسين السلمان معروف فيه، بتضلك على نفس الستايل ولا بتحب انه لا تغير مثلا تجرب انا اشي اقول لك، جديد؟ انا بحب انوع اغير، يعني انا غنيت مثلا يا بي فيها حسام الزعبي، نوجه له تحيه انه كان معي في الاغنيه راب، يعني احنا عملنا اشي اردني مع راب، هذا تغيير. مظبوط. يوم غنيت يما قلبي، يعني كمان برضه اللون، انا لوني مثلا لون الوطني الشعبي العاطفي، انا بحب اغير، ان شاء الله نعمل اغنيه خليجيه، بحب انوع. انا عم بطلب منا مخرجنا نشوف هالكليب دمع بعيني. دمع بعيني وبعدين نرجع نريحكم شوي. على طول يلا. حالي تهدم حالي، دمع العاشق جم روحي، واسأل عيني واسأل عيني. دموعي فوق خدودي، تعذب حالي تعذب حالي، يا دمع جري واحرق عمري، راح الغالي راح الغالي، كان أحلامي وأحلى واغلى سنيني واغلى اليوم اللي هو الفنان الأردني حسين السلمان. رجعنا لك حسين، وأنا رجعت لكم كمان. وهذا الفيديو كليب اللي أثر في نفوس الناس زي ما حكيت لنا. وكمان الكلمات، إحنا رجعنا من نحكي إنه كمان الأغنية بتحتاج لوقت كبير، طبعا إنه خاصة أنت بتنطق الكلمات اللي مدروسة واللحن اللي بيعجبك، يعني بتحتاج وقت. قديش هذا الوقت؟ زي ما حكيت لك، يعني مش بيوم وليلة، يعني أنا في عندي أغاني بعد سنتين طلقت على السوق، يعني انا بحب، انا من الناس كان بحب اجرب، يعني مثلا لقيتكم برا من دون هوا هيك بصدفه، بحب اغني لكم اغنيه، بقول لكم شو رايكم فيها، بحب راي تاخذ الاراء، صبايا شباب طفل صغير بغني له الاغنيه، بحب اخذ الراي، لانه ما بحب اعمل اغنيه هيك وتلاقيني ضابها وفجاه انزلها، لانه بجوز ما تلاقي صدى. صح
صح. لا تشتغل بطريقة صحيحة أحسن تضمن شو أنا هيك نتائج. أنا هيك طبيعتي يعني. في عندي أغنية اسمها ما أستاهل كيف دمع بعيني لسه هاي بتخلي الواحد يعيط أكثر كمان. صار لي بالضبط بغنيها يعني أي حفل بفوت بغنيها بس بشرط إنه ما حدا يسوي أسجلها على الموبايل ولا حدا يصورها. صار لي سنة ونص عم بغنيها إن شاء الله السنة هي راح نزلها يعني. يلا على خير. شهر 11-12 راح نزلها إن شاء الله. في التوفيق. طيب لو في أغنية يعني أخذت آراء بعض الناس، ناس عجبهم ناس ما عجبهم، بس هي الأغنية عاجبة حسين سلمان. أنا إذا ما اقتنع أنسى الموضوع. بتغنيها وخلص. بدون ما تأخذ آراء حدا. أنا عنيد جدا. عادي احكي لي هاي المزهرية مثلا هنا حلوة، أنا بقول لك أوكي حلوة برد عليكي، بس تطلعي برجعها مكانها. يعني أنا يعني بتعمل اللي براسك. براسي. طيب خلينا ناخذ الاتصال معنا جاسر. جاسر مساء الخير. مقدمي البرنامج. أهلا وسهلا. ضيوفكم الكرام. أهلا وسهلا. مساعد على امتداد الوطن الكبير. أهلا وسهلا. ليس بغريب من الرمسة. الرمسة الفولكلور. الرمسة التجارة. نعم. الرمسة الشطار. الرمسة الفداء. أن تخرج فنانين مثل هالشاب حسين وكراسمي إلى آخره. وهذه الإذاعة المنتمية لتراب هذا البلد. نعم. تطل علينا بفنان أردني. لا وهذا البتنية هذا النسيج بيأدي براحة نفس لدى النسيج الاجتماعي الأردني. صحيح. في سنين مضت كان يجينا فنان مش عارف منين جايبينه ويعملوا تطبيل وتزمير وبيخسرنا كثير كمان. هذولا بكلفوا ناس كثير واحسن من هيك ما في. الله يسأل لي اياك. اسمحوا لي مقدمي البرنامج. تفضل. انه مقدمي البرنامج في غايه الروعه والانسجام ولا روتان. شكرا. وهذه الاذاعه المميزه لها الفضل ومقدره لدى الشعب الاردني. أكرر طلبي منكم مقدمي البرنامج ومن إدارة الفضائية أن تستضيفوا يوما ما الفنان اللي هو موسى حجازين والفنان روح الصفدي. شكرا أنت كثير طلبتهم وإن شاء الله رح نستضيفهم أكيد. البرنامج مستمر لبعد رمضان ورح ننوع. بدنا نستضيف هو كمان. أكيد. جاسر شكرا. معنا اتصال ثاني. محمود كل عام وأنت بخير يا محمود. محمود ألو كل عام وانت بخير. راح الاتصال. خلينا نرجع حسين إليك و حتى بدك تستضيفوه. إذا بدك نستضيفه. بس عن جد صوته حلو. يعني شاعر. احنا بنوجه له تحية صراحة. هو صديق البرنامج جامب. لا لأنه عن جد حكى كلام حلو. طبعا بحقنا كلياتنا والقناة كمان. أكيد طبعا. شو رأيك تحكي لنا عن طفولتك؟ زي ايش يعني طفولتي؟ ليش تنكدت؟ المواقف الجميله اللي حصلت معك الواحد بتذكر. كنت يعني كنت اقول لامي لو انك صورتيني وانا صغير كنت حاب حالي اشوف حالي وانا صغير. معقول ما تصورت؟ اسم الله عليك. يما بتقول لي يما مك عدورنا ما كان في كاميرات يما. لا كان موبايلات ولا كان في شيء. تليفون الارضي يا دوب يكون موجود اذا كان بكل يعني بقولها يا يما لقيت لي صوره واحدة. انت ملاحظه بالموت لقيت لي صوره حلو يعني هيك شو. طيب هلا صورك مليانه بكل مكان. اوكي بس كان نفسي اشوف صوره لي وانا صغير ولقيت بالاخير يعني لقيت امي مصورتني صوره حلو وظبطتها بكل ما احطها على التليفون. اي واحد شو اللي بيقول لي كيف ابنك هذا شو انت مخلف مش صغير انا. لا موقف حلو. في معجبه صغيره بدها تحكي معك على طول. الو راما. راما الو تفضل يا راما. مرحبا. مرحب. مساء الخير كيفكم؟ بخير كل عام وانت بخير يا راما. وانت بخير. كيف استاذ حسين سلمان؟ اكيد. شلونك؟ حاب اسلم عليك وعلى 6000 فاتن. شو اخبارك انت؟ الحمد لله منيحه. امورك تمام؟ الحمد لله. بنحب برنامجكم كثير ومش بس بدنا نشوفكم برمضان بدنا نشوفكم بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله مستمرين معكم حبيبتي. بدي من استاذ حسين سلمان اغنيه للصبايا الحلوات 6000 فاتن. طبعا للصبايا الحلوات. اكيد. شو بدك اغني لك؟ يلا هاي مني للصبايا الحلوات. وانتي انت مبسوطه انه منورمينا جابوني اليوم لهون على اللقاء؟ مبسوطه؟ نعم. انت مبسوطه لانه قناه نورمينا جابت حسين السلمان هون اليوم ولا مش مبسوطه؟ والله كثير مبسوطه. يلا يعني بتحييهم لنورمينا.
تحية لنرمينة. طب يلا وهاي من نرمينة لك يلا. شو هيدا يا القبالة وشك يا راما، راما اسمها صح؟ فاتن كمان معاها؟ هي حكت لي اوكي 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 سوري 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 لا فكرت عندها فاتن كمان. هي بتقول مقدمات شو هيدا يا القبالة وشك ولا قمر الليل، والله ما مر ببالي يا فاتن انه الحلو بيطلع بالليل. راما شو هيدا يا القبالي وشك ولا قمر الليل، والله ما مر ببالي انه الشمس تشرق بالليل. شو